بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم مره ثانيه شباب. واريد نكمل محاضرتنا الاولى اللي هي ضمنت صراحه الفصل الاول، او المحاضره بالنسبه للفصل الاول اللي هو الفورس ماتيريال، وحكينا على الفورس ماتيريال وتصنيفات الفورس ماتيريال انتقالا الى مخطط حديد كربون، وانتهاءا ب الاطوار. ومثل ما حكينا ان الاطوار اللي هي عندنا فورايت وكوستينايت وبيرلايت وغرافايت وسيمنتايت كيمثل كمركب معدني، بالاضافه الى اطوار ما موجوده بهذا مخطط حديد كربون تظهر عندي بمخططات التايم تمبرتشر ترانسفورميشن اللي هي مخططات التحول بثبوت درجه الحراره، ونقدر نحصل بها على المارتنسايت وعلى الباينايت، والباينايت بشقي اللي هو العلوي والسفلي. اريد نكمل محاضرتنا، نجي ينتقل انه ياخذ هاي التصنيفات يدي يوضحها. فابتداء من اللو كربون ستيل، لو كربون ستيل احنا مثل ما قلنا عندنا لو ميديوم وهاي كربون ستيل، نسبة الى هاي التصنيفات الى نسبة الكربون. اللو كربون ستيل بعض الكتب تعتمد 0.25 0.3، احنا ناخذه 0.25 انه نسبة الكربون بي تكون 0.25. طبعا هنا منين يتالف؟ يتالف عادة من الفورايت اند بيرلايت، طور الفورايت اللي هو الفا بلس بيرلايت، البيرلايت اللي هو طبقات متعاقبة مثل ما حكينا في المحاضرة، من الفورايت زائدا السمنتات، والسمنتات اللي هو المركب المعدني الاف اي 3 سي. يقول انه اند ويك يكون عادة ضعيف، but can be heat treated. طبعا من تقول treated to achieve high strength، شو نسوي له معاملة؟ معاملة اما بالالوين مثل ما قلنا او بالمعاملة الحرارية. انواع طبعا هنا هو machinable قابل للتشغيل، weldable للحام، and cheaper to be produced ورخيص بالانتاج مالته. اول نوع هو البلين لو كربون ستيل، طبعا هنا من كلمة البلين معناته نو الوينج، يعني بدون عناصر سبائكية. المقاومة مالته سترينث هي من 415-550 اللي هي سترينث منطقية 275. شي يهمنا بهذا الموضوع؟ يهمنا شباب انه تعرفون على يا موضوع جاي نحكي على يا عنصر، واللي يهمني بشكل مهم اللي هي التطبيقات الابليكيشن. فالتطبيقات من يقول انه الابليكيشن مالت اللو كربون ستيل بالكرانك شيفت، بالبولت، براغي، بالهامرز، بالمطارق، الهاند تولز، جيرز، نايف، هاي لازم نفهمها ونحفظها، لان احنا عندنا سؤال نحكيه وهذا شيء مو يعني ما ضامي، انه احنا كل سنه يجينا سؤال ينطيك نوع السبيكه او نوع المعدن بجدول، ويقابلها جدول ثاني اللي هو التطبيقات اللي هي الابليكيشن، وانت لازم تربط ما بين يعني تختار المعدن المناسب للتطبيق المناسب. هاي بالنسبة لهذا الموضوع، ومو بس هذا الموضوع، بالنسبة للفلورس والنون فلورس راح يصير عندنا مجموعة كبيرة من المعادن نريد نفهم تطبيقاتها، لازم نفهمها ونحفظها. النوع الثاني اللي هو الهاي سترينث لو الوي، والمختصر مالته ال HCLA. هنا من نقول with alloying مع عناصر سبائكية، فهنا التطبيقات مالته مع عناصر سبائكية شيء اكيد راح تحسن المقاومة واليلد سترينث. تطبيقاته هم ذاكر لك اياها الاوتوموبيلز اوبنرز نيلز واير بايب ستراكشر اند شيت ستيل الرولواي كارز عربات القطار، هاي كلها ضمن الهاي سترينث لو الوي. زين يرجع عندنا هذا الجدول، هنا شباب هذا الجدول هم يذكر دي هي التطبيقات، فانت مخير تحفظ التطبيقات اللي موجودة بالشرح او التطبيقات اللي موجودة بالجدول. هنا راح يذكر لك اسم السبيكة، تنزال سترينث، يلد سترينث، الدكتيلتي، هاي احنا ما متطالبين نحفظها التفاصيل والارقام، بس اللي يهمنا انه احنا هذا اللي هسه هاي التطبيقات اللي موجودة هنا هي مخصصة المن للبلين لو كربون ستيل، واللي هي نفسها مكتوبة فوق بالهاي سترينث لو الوينج ستيل، هي هاي التطبيقات مالتها بعدة سبائك. فمثل ما قلنا يهمنا التايتل عنوان المعدن وتطبيقاته. ينتقل الى الميديوم كربون ستيل. الميديوم كربون ستيل النسبة للكربون بي من 0.25 الى 0.6،
heat treated to achieve good mechanical properties. عادة يسوي له معاملة حرارية حتى نحصل على من على خواص ميكانيكية جيدة. Used tamped condition. Tamped يعني معناته إنه هنا عندك martensite والmartensite اللي هو ناتج من عملية الكوانتينج، وبعدين نسوي له عملية معادلة tamped tempering بشقيها الأوست tempering والمار tempering. بعدين راح ناخذها بالمعاملات الحرارية تفهمون شنو الفرق اللي بيناتها. Strength ductility combined can be told by heat treatment and alloying. نقدر نحسنها مثل ما قلنا بالمعاملة الحرارية. تطبيقاتها بال high strength structure compounds rollaway wheels بالتراكس بالكرانكشافت. هنا واحد يسأل شو التطبيقات الشابهة، يعني الكرانكشافت نستخدمه للبلين كربون ستيل، وهنا هم راح نستخدم الميديم كربون ستيل. صح انه بعض التطبيق بعض المعادن يمكن استخدامها باكثر من تطبيق وتكون متقاربات. هذا ما يعني يعني انه معدن انه اقدر هذا هو هم ميديم كربون ستيل اقدر استخدمه بالكرانك شافت نفس البلين كربون ستيل. المهم انه تفهم وتحفظ هاي التطبيق. الهاي كربون ستيل، الهاي كربون ستيل نسبة الكربون من 0.6 إلى 1.4 يكون شاكيد اصلا سترينث مالته مقاومة and least ductile carbon steel used in hardened and tempered condition. يستخدم بمن بالتطبيقات اللي يحتاج بها صلادة وكذلك tempered. نقول tempered condition، tempered المعادلة هي عادة زيد الدكتلتي، فانت جاي تستخدمها بتطبيقات تحتاج بها صلادة ومطيلية عالية. وشيء أكيد إنه أنت كان بي alloyed with carbon and other metal to form very hard and wear resistant material، وهاي مطلق العناصر السبائكية اللي تخليه شنو تخليه very hard صلادة عالية. وال wear resistant شنو ال wear resistant تعرفوها ال wear resistant مقاومة التآكل الميكانيكي بإضافة هذه العناصر السبائكية. الابليكيشن مالته يستخدم وين؟ بالكاتنج تولز بالدريلز بالامبوسنج دايز بالمناشير بالبيبر كاترز بالكونكريت درولز بالدريل الكونكريتي كذلك بالبلاك سميت تولز اللي هي ادوات الحداده. يعيد لك اياها هنا هي نفس التصنيفات. فاذا هنا هسه احنا اخذنا اللو كربون ستيل والميديوم والهاي كربون ستيل. ننتقل الى الستلس ستيل. الستلس ستيل مثل ما قلنا انه هذا العنصر اللي نعرفه كله احنا هو يمتاز بمقاومة تآكل عالية، يستخدمونه بتطبيقات الغذائية اللي نحتاج بها مقاومة تآكل عالية بالصناعة الأواني بالابليكيشن اللي بيها environment بيها محيط متغير برطوبة انه انا احافظ على المعدن without rusting بدون صدأ. فعندما تكون نسبة الكروم 11% فراح نسميه ستلس ستيل. شنو خصائصة؟ higher resistant to alloy to corrosion اللي هو مقاومة عالية التآكل اللي هي الصدأ. in variety of environment بمختلف الأوساط. consist of iron مثل ما قلنا 11 هاي نعيدها نفس الحالة، بالإضافة إلى النيكل والمنغنيز كعناصر يجب أن تكون موجودة. يجي يصنف الكاتيجوري مالت الستلس ستيل. الشباب هنا التصنيفات مالت الستلس ستيل مسوينها او جاية من تسميات الوسط السائد، يعني الطور السائد اللي موجود. مثلا من يكون الطور السائد فيرايت فراح نسميه فيرايتك ستلس ستيل، فيتألف من فيرايت اللي هو البودي سنتر. نوع الثاني اللي هو المارتن سايتك ستلس ستيل اللي هو المارتن سايت. المارتن سايت معناته انه انا افهم من اسمع كلمة مارتن سايت بالاطوار يجي ببالي او يجي بذهني مباشرة انه هذا الستيل ما مبرد تبريد طبيعي، مبرد بكوانشنج باخماد سواء زيت ماي محلول ملحي ما يهمني، بس هنا المارتن سايت ما يظهر بالتبريد الطبيعي، لازم يظهر بيمن بالتبريد السريع بالكوانشنج. وهنا انت المارتن سايت عادة من سوي عملية اخماد ويظهر عندك طور المارتن سايت هذا اللي هو اصل الاطوار الموجودة، شنو اللي مشكلة البي انه راح يكون مصاحب بمن بتصدعات نسميها تصدعات الاخماد. تصدعات الاخماد ناتجة من عملية الاخماد. ف
عادة نسوي المعادلة ما بعد، يعني شو المعادلة؟ نسوي الهيت تريتمنت، معادلة للمعدن بعد عملية الإخماد بشقيها، اللي هي التمبرينج والأوست تمبرينج، مثل ما راح تعرف عليها بهذا الفصل. الأوستنايتيك ستانلس ستيل اللي هو الطور السائد هو أوستنايت، فهو الأوستنايت نعرفه هو شنو، فيس سنتر كيو موست كوروجن ريزيستنت. يبدي عندي نوعين اللي هي الفيسيتيشن هاردنينج البي اتش، اللي هو يسمونه التصليد التصليد مو تخمير، لا نقدر نترجمه نقول لفترات زمنيه بالتنقيع، بفترات زمنيه طويله، انه نسوي عمليه التصليد فيطلع مختصر بالبي اتش. الترا هاي سترينث يكون عالي جدا due to the precipitation hardening. بعد النوع الثاني اللي هو الدبلكس ستانلس ستيل اللي هو عبارة عن فلورايت بلس اوستنايت. طبعا هنا اكو مشاكل، مثلا يعني انت تخيل ستانلس ستيل ويصير بيه مع مشاكل كوروجن مثل ما صارت عندنا بحقل القرنة، انه نتيجة وجود الكرود اويل. يعني شيء اكيد كرود اويل، انت شلون هاي الانابيب مش تنقل بيها، تنقل بيها غير نفط خام والغازات المصاحب لها، فبالستانلس ستيل وصل عندنا مشاكل، فيبدلوها عادة بالدبلكس ستانلس ستيل اللي هو أغلى بأرقام كبيرة. هنا ماكو موجود الابليكيشن، منين راح تجيب الابليكيشن مالت الستانلس ستيل؟ مجبر تحفظ هذا الجدول، هالمرة ناخذ من الجدول، وهنا لا حد يشوف هاي التفاصيل كلها، عوف ايش راح تحفظ؟ تحفظ الفلورايتك اللي هو هنا ستانلس ستيل، والتطبيقات مالته الاوستنايتيك، والتطبيقات مثل ما يقول لك الكيميكال اند فود بروسيسنج اكويبمنت، يستخدم في صناعه الاجهزه والكيميائيه وصناعه الاغذيه، بالويلدنج كونستراكشن بالاجزاء الملحومه، كذلك بالنسبه للمارتن سايت معطيك اياها جيت انجن بارز، بالكيرلز بالبيرنجز، سيرجيكال تولز اللي هي ادوات مال الجراحه، جراحة اللي يعني جراحة بشرية شلون يستخدمونها. بينما من يجي للستيشن هاردنبل اللي هو البي اتش يستخدمونه بالسبرينجز بالنايفز بالبرشل العفو برشر فيزل. فهاي هي بالنسبة لنا للتطبيقات. فهنا هذا تكملت المحاضرة الأولى اللي هي أخذنا بيها تصنيفات الستيل وصولا للستانلس ستيل. الموضوع اللي بعده كلش مهم إن شاء الله، خليه على الأسبوع الجاي، اللي هو الإفكت of alloying element on steel، تأثير العناصر السبائكية على الستيل، وهذا موضوع متشعب ويعني هو الأساس بالموضوع، أنه شنو تأثيرات العناصر السبائكية سواء كإضافة أو سحب عناصر سبائكية هم راح يأثر. نكمل إن شاء الله على